الفنان عمرو دياب يتوجه للمسرح لو سمحت. الفنان عمرو دياب يتوجه. يعني ازيك عامل ايه وحش؟ انت خايف ليه؟ ما تخافش مني. انا اللي خايف. انا انت حبيبي. العضلات لسه مستمره. ارحمنا بس بيت عمرو. معنى وجودك هنا مش فيلمك مش العمل بتاعك، لكن انك تبقى حريص انك تبقى موجود معنا. بص، هو دول كلهم اصدقائي وانا سعيد جدا بيهم، لان العمل ده عمل مختلف. ولاد رزق 1 و2 كان ناجح نجاح كبير جدا. النهاردة ولاد رزق 3 بالانتاج اللي انا شفته واللي احنا اللي هو حاصل دلوقتي ده انتاج يعني بيسموها بالصبغة العالمية، يعني على المستوى العالمي. يعني يفتح نفسك للفيلم اللي نفسنا فيه مش كده؟ نفتح نفسي جدا. انا دايما اقول قدامنا 10 سنين. لو ما فيش انا 10 سنين. لا لا لا، 100 سنة كمان. انا هنا ولا هنا؟ احنا هنا. طيب يا سيدي. لا، هو بصراحة يفتح نفسه، بس هو انا بمعرفتي معالي المستشار تركي الشيخ انه كل الاعمال اللي بيعملها بيعملها بصبغة عالمية. يعني انا بالنسبة للانتاج، بالنسبة للمزيكا، بالنسبة للسينما دلوقتي لقيتها كده. فطبعا فيلم حتى انا لسه ان شاء الله هروح اشوفه دلوقتي، بس الكواليتي اللي معمول بالتريلر اللي انا شفته ده حاجات اكدها من بره. وبعدين طارق العريان له باع معايا من زمان، يعني انا بينه وبينه تاريخ قديم فنيا موسيقيا. وانا شايف انه النجوم عظام اللي موجودين، فالعمل كله متكامل. فانا فرحان قوي اني موجود معاهم النهارده، واتمنى لهم التوفيق. تقول ايه للناس اللي في الساحه السينمائيه؟ لا، بقول ان في حاله من الازدهار. وبعدين انا عايز اقول ان ده انتاج كمان جزء منه انتاج مشترك، لانه انتاج تقريبا معاهم. انا اللي عرفت تامر مرسي او المتحده، فده طبعا انا بقول ان ده اللي هو الاندماج ده هيدي دفعه كبيره لكلنا، لاي حد يعمل شغل بالمستوى العالي ده. سؤال الاخير، عمرو دياب بيقول ايه لجمهوره في العيد؟ جمهوره من 35 سنة وأنا ما عنديش غير جمهوري، فأنا بقول لهم يعني إيه، أنا بقدركم وبحبكم وكل سنة وانتم طيبين. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ واضح. بحبك قوي. وأنا بحبك أكتر. شكرا يا عمرو. شكرا ليك.